تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بالقالب بأمن ولاية طرف من تفكيك نشاط شبكة وطنية للهجرة غير شرعية وتنظيم رحلات سرية عبر البحر. العملية مكنت من توقيف 21 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و47 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. كما أسفرت العملية عن حجز قارب نزهة ذات محرك 220 حصان و400 لتر من الوقود، هواتف نقالة، مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى صدريات النجاة ومعدات أخرى.